أيضا فيما يتعلق بالتسامح، يجب أن يكون هناك تسامح. إحنا نتكلم عن الأسرة الإنسانية في هذه الباقة، يكون تسامح بين الآباء والأبناء، يعني الأبناء يسمحون لآبائهم أن يعبرون عن وجهة نظرهم، أن ليش ما نخليكم تروحون هالمكان، ليش مو لازم تلبسون كذا، ليش لازم تجون البيت من وقت وإلى آخره، أو ليش ما يصير أن أنتم تتعاملون بهذه الطريقة. هذا النوع من الانفتاح والتقارب بين الآباء والأبناء بيخلي بيذوب الفروقات، خلنا نقول ما بين الأجيال، وبيعطي مساحة أن الأبناء يعبرون عن أنفسهم بكل حرية. أيضا الآباء يعطون فسحة بعد للأبناء أن يشوفون وجهة نظرهم. إحنا نتكلم عن التسامح، مو فقط هذا اللي يصير وخلاص ونسك الموضوع، وإنما نعطيهم أيضا المجال لكي يعني نرى وجهة نظرهم، ماذا يرون هم في هذا الجانب. أيضا في المنزل، الزوج بالزوجة أو الأم والأب، يجب أن يفسح كل منهما المجال للآخر للاتفاق على طريقة التربية، على تصريف أمور البيت وإلى آخره.